مشهد تكرر للمرة الثالثة في هذه المنطقة خلال هذا العام فقط، حيث شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة وتوسيع أخرى على أراضي قرية زانوتا التابعة لمدينة الظهرية جنوب الخليل، لتصبح البؤرة الثالثة التي تتم إقامتها خلال عام واحد في ذات المنطقة تمهيدا للاستيلاء على أراضيها لصالح مشروع تهويدي قديم حديث. عدة بؤر، ما يقارب الأربع بؤر استيطانية من أراضي المواطنين العزل اللي موجودين حاليا بالمنطقة، كلها أراضي تم مصادرتها من المواطنين وإقامة عدة بؤر استيطانية من 3 لـ4 بؤر. حاليا اليوم في البؤرة اللي هي الرابعة اللي بتم العمل فيها، قريبة جدا من مصانع الزيوت والمقر الرئيسي للمستوطنات الموجودة. هذا الاعتداء الجديد شرع به المستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال لسرقة 20 دنما في المنطقة التي يلتهمها الاستيطان، حيث تقع القرية بين مستوطنات شمعة وتيلم، بالإضافة إلى ما يسمى المجلس الإقليمي لمستوطنات جنوب الخليل، ناهيك عن جدار الفصل العنصري الذي كان قد التهم آلاف الدنومات من أراضي القرية. احنا كل يوم الصبح بنقوم على بؤرة استيطانية جديدة على مصادرة أراضي، على يعني كل هي قبل هذه قبل شهرين هناك صادر الشياك، واليوم قمنا هناك لو في كمان بؤرة استيطانية. احنا كنا صرنا الحين متحصرين في كل الاستيطان بحال، يعني هناك المنطقة الصناعية، هنا كمان مستوطن، هناك كمان مستوطن، فيش أي مجال حتى للمراعي، بيضايقوا علينا في كل إشي عشان نطلع من البلاد، وإحنا مش راح نطلع، راح نظل صامدين، ولو هدموا راح نبني ونرجع نعيد بناها من أول جديد. هذه أجل جديد، ومن هنا شمعة، ومن هنا الخط التفافي، وهنا مصانع، أثر على المواشي بالنسبة للرعي، إنه يعني ما ظنناش مرتع للمواشي تبعاتنا النهائي، يعني حطونا داير ما يدور. نرحلوش ولا لو بدنا نضل 100 سنة هنا ما رحلنا، واحنا وين نرحل وين نروح؟ هذه الانتهاكات لم تقف عند حد إقامة بؤرة هنا وتوسيع أخرى هناك، بل امتدت لملاحقة رعاة الأغنام ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، إضافة إلى تسليمهم إخطارات بهدم عدة خيام وبركسات في القرية، منها المدرسة والعيادة الصحية والمجلس القروي، بهدف تهجير المواطنين والاستيلاء على أراضيهم لصالح ربط هذه البؤر بالمستوطنات وتهويد المنطقة بشكل كامل. استيطان يتمدد ويتغلغل في هذه المنطقة، الاحتلال يسعى لتطبيق مخططاته القديمة الحديثة هنا والهادفة لتهويد هذه المنطقة بشكل كامل لصالح الاستيطان. من خربة زانوتا التابعة لمدينة الظهرية جنوب الخليل، ساري العويوي، تلفزيون فلسطين.